السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نبلش بأول مختبر من مختبرات الفسيولوجي. حكينا لاب الفسيولوجي الهدف منه إني أعمل assessment للبادي سيستم، أقيم أجهزة الجسم وأحكي هل هذا السيستم وضعه نورمال ولا وضعه abnormal. فإحنا رح نبلش بأول سيستم ونغطي الكارديوفاسكولار سيستم. الكارديوفاسكولار سيستم من ايش بتكون؟ ذكروني، ممكن نقسم الكارديوفاسكولار سيستم لايش دكتورة؟ هلا هذا اول لاب؟ يس، هذا اول لاب لكم. انتوا الشعبة الثانية اعطيتها اياه على ارض الواقع، بس انتوا رح نضطر نعطيكم اياه هون عن بعد. طب ايش اللي قبل الخميس؟ يعني كانوا لابين صح؟ هلا اللي قبل الخميس عرضنا لهم السيليبس، عرضنا لهم شو راح نغطي بالماده، وحكينا اجزاء الميكروسكوب، ركزنا اجزاء الميكروسكوب انه تحفظوها بالضبط مع السبيلينج، مع طريقه الكتابه. المختبر ايش هو؟ اول مره بحضر اللاب. اوكي، او يعني هذاك بس كان كانتروداكشن. اليوم حنبلش كمختبر، واللي هو اليوم اللي فيه شغل عملي، اللي كان المفروض فيه شغل عملي. طيب هلا حكينا الكارديوفاسكولار سيستم، راح نبلش تقييم. اول سيستم هو الكارديوفاسكولار سيستم. الكارديوفاسكولار سيستم من ايش بتكون؟ ذكروني جماعه الفسيولوجي، اخذتوها معي. الكارديا والبلاد بتكون من هارت، البلاد اند بلاد فيسلز. فخلينا نكتبهم سوا. تتكون من هارت، تكون من بلاد، وبتتكون من البلاد فيسلز. طيب يا جاوبني، مين قاسم ولا مشهور ولا مين فيكم اللي جاوب؟ ولا واحد؟ مين الشاب اللي جاوبني؟ ايوه دكتورة، محمد. محمد الهارت شو وظيفته؟ البمب ذا بلاد للبلاد فيزلز. برافو. الهارت انه هو بضخ لي الدم، بضخ لي الدم، هي المضخه للدم. طيب البلاد فيزلز شو وظيفتها؟ تنقل الدم. والبلاد شو وظيفه الدم؟ السبلاي التشيو، للسبلاي التشيو. حلو، بغذي الخلايا بايش؟ باكسجين ونيتروجين. تمام. فاحنا الهارت شو بتتوقعوا ممكن اشي اعمله حتى اقيم القلب؟ الناس الكبير شوي، حدا معنا كبير شوي يحكي لنا القلب شو ممكن نعمل له اشي يقيمه. اشي بالمختبر، اشي سهل عشان احكي القلب عم بيشتغل صح ولا لا. ECG. برافو عليك. فالقلب ممكن نعمل له ECG. طب البلاد فيسلز من ايش تتكون؟ البلاد فيسلز فين ارتري؟ فين ارتري كمان الكابيلاري كمان ارتريولز وفينيولز. فهذول البلاد فيسلز اللي هم الفين، ارتري، ارتريولز، فينيولز اند كابيلاري. فشو بتتوقعوا اشي ممكن اعمله للكابيلاري عشان اعملها تقييم؟ اشي ممكن نعمل للكابيلاري عشان اقيم هل هي بتنقل الدم صح بالضغط الصح؟ ايش ممكن اعملها؟ اقيس بلاد بريشر. فالهارت راح نعمل له ECG، تخطيط قلب. البلاد فيسلز راح نعمل تشيك على البلاد بريشر. فهاي راح نخليها للمحاضرات الجايه. اليوم راح نغطي البلاد. البلاد من ايش بتكون؟ بتكون البلاد الالكترونات، ار بي سي وايت بي سي والهيموغلوبين بشكل عام وبليتلت. طيب هلا بحكي لنا، احنا لما ناخذ عينه دم، لما انا اخذ عينه دم، واضحه معكم الشاشه صح؟ واضحه. لما اخذ عينه دم ايش لون عينه الدم بيكون؟ احمر. كلها احمر.
لأنه معظم الدم اللي بناخده بتكون من 99% من RBC، من كريات دم حمراء. فبحكي لنا هاي عينة الدم لو رحتي أخذتيها وحطيتيها بجهاز اسمه جهاز الطرد المركزي بالعربي، إيش يعني جهاز الطرد المركزي؟ شو بعمل؟ بفصل المكونات، بفصل مكونات الدم، بفصل مكونات الدم حسب على أساس الكثافة. برافو عليكي. فجهاز الطرد المركزي اسمه هيماتوكريت سنترفيوج، راح يعمل سيبريشن تو بلاد كومبوزيشن اكوردنج تو ذا دنسيتي، وحسب الكثافة راح يطلع معي جزئين. الجزء الأول راح يكون أسميه سائل، راح أسميه بلازما، والجزء الثاني إيش لونه؟ هو الأحمر، راح يكون أصفر. أحمر. هو شوف هلأ، الجزء الأول سائل، هو البلازما راح يكون شوي مايل على صفار، شوي مايل على صفار الجزء اللي من أعلى، والجزء اللي من الأسفل هو راح يكون معظمه خلايا، فهو معظمه الخلايا زي ما حكيتوا بتكونوا من RBC، من وايت بي سي ومن بليتلت. فالجزء العلوي راح يكون عبارة عن بلازما، والجزء السفلي عبارة عن خلايا. فنشوفهم بالسلايد أوضح. فهاي عينة الدم لما تسحبها راح تصلها سيبريشن according to the density، التشيو بارت من تحت، والبلازما اللي لونه شوي مايل على صفار راح يكون من فوق. فهلأ احنا راح نركز على قياس التشيو بارت. التشيو بارت حكيتولي بتكون من RBC وإلها اسم ثاني اللي هو إريثروسايت، وبتتكون من وايت بي سي وإلها اسم ثاني، مين يحكي لي شو هو؟ ليكوسايت والبليتلات الصفائح الدموية اللي إلها اسم ثالث اللي هو ثاني اللي هو ثرومبوسايت. برافو عليكم. فهذول ركزوا عليهم، لأنه مش دائماً المراجع بتكتب لك RBC، مرات بعض المراجع بتكتب لك إريثروسايت. فالإريثروسايت بين قوسين هي نفسها RBC، ليكوسايت هي نفسها الوايت بي سي، والثرومبوسايت هي نفسها البليتلت. لكن زي ما حكيت لكم 99% منها عبارة عن RBC، فهل لي راح يكون لونها أحمر. هلأ عندنا RBC، الوايت بي سي والبليتلت هنخليهم للمحاضرات الجاية، بس بشكل عام شو وظائف كريات الدم البيضة الوايت بي سي؟ إنها ممكن تهاجم الأشياء، الأجسام الغريبة على الجسم. حلو، يعني بين قوسين for immunity or for defense، للمناعة. طيب البليتلت الصفائح الدموية شو وظائفها؟ تكوين تخثر. برافو عليكم. for coagulation process، عملية إنك لما تنجرح كيف الجروح رح يتوقف. فهذول رح نعملهم assessment بالمختبرات القادمة بإذن الله تعالى، لكن اليوم رح نعمل assessment لأول جزء وهو الـ RBC. الـ RBC أخذناها بالبيوكيمستري، أخذتوها معي وأخذتوها معي بالفسيولوجي كمان. وظيفتها شو وظيفة كريات الدم الحمراء؟ تنقل الأكسجين. حلو، إنها تنقل الأكسجين from the lung to the tissue، وبترجع back لللنج محمل بإيش؟ بالسي أو تو. تمام، إنها تنقل الأكسجين من الرئتين للخلايا، وترجع تأخذ من الخلايا ثاني أكسيد الكربون وتعطيه للرئتين. هلأ أهم مكونات الهيموغلوبين اللي هو سوري RBC اللي هي مادة الهيموغلوبين. والهيموغلوبين بإيش ترتبط؟ الهيموغلوبين بإيش ترتبط؟ بالآيرون. حديد. وأخذنا كل ذرة RBC قادرة على كم ذرات حديد إنها تمسك؟ أربع. أربع ذرات حديد. وحطوا بين قوسين نوع الارتباط، reversible ولا irreversible؟ شو يعني reversible؟ reversible إنه بضل إنه بترجع تفك عن ال يعني يرجع. برافو عليكم. reversible إنه يمسك ويترك، بينما irreversible إنه يمسكها على طول. فإحنا حكينا وظيفة الأكسجين إنه ينقل لي سوري وظيفة الهيموغلوبين والRBC تنقل الأكسجين من اللنج to the tissue، وبالتالي الارتباط بينها reversible،
إنها رح تترك لي إياهم مجرد ما وصلت الخلايا رح تتركهم وترجع تحمل سي أوتو وتطلعهم لفوق. فعنا مركب بيعمل لي مشاكل دائما مع الأكسجين وبنفسه اللي هو كربون مونوكسيد غاز السي أو. الكربون مونوكسيد بعمل لي مشكلتين. المشكلة الأولى إني بدي أعطيك معلومة إنه قوة ارتباطه أكثر بكثير من الأكسجين، يعني ممكن 200 مرة أعلى من قوة ارتباط الأكسجين. شو يعني هذا الإشي؟ يعني لو دخل جسمك كمية أكسجين كمية أول أكسيد الكربون رح يشيل الأكسجين ويقعد مكانه لأنه قوة الارتباط أعلى. تمام؟ هاي أول معلومة عن الكربون مونوكسيد. ثاني معلومة عن الكربون مونوكسيد إنه ارتباطه إرريفيرسبل. شو يعني إرريفيرسبل؟ تبقنا إنه بربط على طول، وبالتالي خلص أي إشي من الهيموغلوبين ربط فيه الكربون مونوكسيد رح يدمر لي إياه، ما رح يستفيد منه الجسم. فهاي مشاكل ثنتين من مشاكل لما يدخل كربون مونوكسيد على جسمنا، إنه قوة الارتباط أعلى من الأكسجين، وثاني إشي إنه الريفرسبل، الارتباط الريفرسبل. فهلا بدنا نعمل، احنا حكينا الهدف من المختبر اني اعمل اسسمنت للبادي سيستم. كيف راح اعمل اسسمنت للبادي سيستم؟ راح نشوف خمس طرق، فمش كلهم راح نستخدمهم بالمختبر، راح نركز على اللي راح نستخدمها في المختبر. زي ما حكينا انه البلد بتكون من اكثر من كومبوزيشن، راح نعمل لكل وحده اسسمنت حسب ما راح نغطيها. حكينا ان الكارديوفاسكولار سيستم بنقسم لبلد بلد فيسلز وهارت، وحكينا شو وظيفة كل واحدة. القلب بيضخ الدم، البلد فيسلز بتنقل الدم، والبلد مين اللي بيغذينا بالاكسجين والنيوتريانت او حسب شو مكونة اللي فيه، هل هي وايت بي سي للمناعة ولا بليتلت فور كوغيوليشن. فاحنا مين اللي راح نركز على الار بي سي اللي وظيفتها انها تنقل لي الغازات transport respiratory gases مثل الاكسجين، تنقله from the lung to the tissue، والسي او 2 والويست back من التشيو to the lung. فهلا ممكن بدنا نشوف كيف ممكن نعمل assessment للار بي سي. قبل ما نعمل assessment، هاي عين الدم تحت الميكروسكوب، اطلعوا كل هاي الدوائر الحمراء. طبعا كيف شكل الار بي سي؟ اخذناه باي كونكيف ديسك، يعني مقعره من الجهتين، الهدف منها انها تحمل اكبر قدر ممكن من الغازات. ف 99% من الخلايا عباره عن ار بي سي، كلها كريات دم حمراء. الوايت بي سي معدودين كثير على الاصابع، ولسه البليتلت كمان عددهم اقل. فهاي الوايت بي سي هاي لونها مثلا بنفسجي، هاي مثال على وايت بي سي نيتروفايل، راح ناخذها بالمحاضرات الجايه. هاي الصغيره اللي عليها سهم هون، هاي بليتلت صفائح دمويه. فنسبة البليتلت والوايت بي سي فقط 1%. عشان هيك لما حطيتهم جهاز الطرد المركزي أعطاني لون ومعظمه أحمر لأنه معظمهم ار بي سي. فهلا بدنا نشوف كيف ممكن نعمل evaluation للار بي سي. أول طريقة من خلال سي بي سي. سي بي سي اختصار لإيش؟ حد يجاوبني. Complete blood count. برافو عليكم. Complete blood count. Count يعني عد. Complete blood count إني أخذ عين الدم وأعد قديش عندي كريات دم حمراء. 1, 2, 3, 4, 5, 6. بتفكركم لو عملناها باللاب يدوي كم سنة بدنا نقعد نعد فيهم؟ كم عدد كريات الدم الحمراء تقريبا بجسم الإنسان؟ المليون تقريبا، 5 مليون. فتخيل انت تعدهم قاعد على ايدك. فهاي الطريقة ما رح نستخدمها باللاب، نأكس عليها. الطريقة الثانية خليها شوي. الطريقة الثالثة اني احسب auto saturation، تركيز الاكسجين. وبالتالي اذا كان تركيز الاكسجين نورمال بتكون الار بي سي عم تشتغل صح. فهاي طريقة غير مباشرة اني احسب كفاءة الار بي سي من خلال احسب الauto saturation. كيف ممكن نحسب تركيز الأكسجين؟ بثلاث طرق. أول طريقة من خلال البلد غازز. شو يعني؟ يعني أخلط عين الدم وبواسطة جهاز أحلل قديش فيها غازات، قديش فيها أكسجين لازم يكون بنسبة معينة، قديش لازم يكون فيها CO2، قديش كربون مونوكسيد مثلا. إذا قلت نسبة الأكسجين بحكي إنه الـ RBC فيها مشكلة. فإحنا من وين بنسحب عينات الدم؟
ممكن نسحبها من artery، ممكن نسحبها من vein، ممكن نسحبها من capillary. فإذا بدي أطلع على الغازات الموجودة بالartery شو رح أسميها؟ arterial blood gases ABG. هذا الاختصار خلوه ببالكم لأنه كثير رح تسمعوه لقدام. فال ABG إني أعمل check على الغازات اللي بالartery، arterial blood gases. فإذا كانت من vein شو رح يصير اسمها؟ VBG. وإذا كانت من كابيلاري رح يكون اسمها CBG. هاي خصوصاً بلجأولها إذا كان الشخص داخل ICU وخايفة إنه يكون عنده respiratory acidosis أو alkalosis أو metabolic acidosis والkalosis وبيعملوا له تشيك عليهم. برضو هاي ما رح نعملها بالمختبر الحمد لله. اللي بعدها هي البلس أوكسيومتري. البلس أوكسيومتري إذا مر عليكم بالمستشفيات إنه الدكتور بيركب زي كليب، زي ملقط بالعربي، كليب على إصبع المريض، وهذا الكليب بيكون موصول مع جهاز وبيعطيه بعد ذلك قراءة. فهذا الجهاز اسمه بلس أوكسيومتري. المفروض تركيز الأكسجين يكون أكثر من 95% للناس الطبيعيين، بنعرف هاي المعلومة صح؟ فيعني لا سمح الله هلا مرضى الكورونا أول إشي بيعملهم تشيك، بيروحوا يشيكوا على الأوتو ساتوريشن إنه ما يكون نازل. وبرضو هاي ما رح نعملها بالمختبر. الطريقة الثالثة والأخيرة من خلال مونيتور. مونيتور برضو هاي عبارة عن جهاز بنحط مباشرة بعينة الدم وبيعطيك قراءة كم نسبة الأكسجين بالدم، وبرضو هاي ما رح نعملها. فهاي الطريقة الأوتو ساتوريشن إني أحسب تركيز الأكسجين وبالتالي أشوف كفاءة كريات الدم الحمراء. الطريقة الثالثة واللي راح نعملها بالمختبر هي من خلال حساب إشي ما يسمى هيماتوكريت أو إلها اسم ثاني BCV. BCV اختصار إيش؟ إيش اختصار BCV؟ حدا يجاوبني؟ Backed Cell Volume. فالBCV اختصار للBacked Cell Volume، خلوها ببالكم. فلما أنا أعمل بالمختبر التجربة المفروض اللي كنا رح نعملها عملي، رح تطلع معي قراءة، هاي القراءة رح أسميها البي سي في اللي رح تعطيني إنديكيشن على الار بي سي. لكن معظم الفحوصات لما تشوفوها، لما حدا يروح على المختبر ويعمل فحص بتشوفوا قراءة الهيموغلوبين. فأنا بشكل غير مباشر رح أحسب قراءة الهيموغلوبين. شو القانون بتتوقعوا؟ مين عارفه؟ مين عارف قانون الهيموغلوبين كيف بنحسبه؟ الهيموغلوبين اكتب المعادلة، الهيموغلوبين يساوي BCV على 3. إذا كلنا نكتب المعادلة إنه الهيموغلوبين يساوي BCV على 3. يعني مثلا أعطيتك إنه الهيموغلوبين BCV طلعت معي بالمختبر 45%، فأحسب لي الهيموغلوبين كم الجواب؟ شاركوني. 15. برافو عليك ديما، تمام برافو رشا. فهاي كيف اني احسب الهيموغلوبين بشكل غير مباشر. فاللي بيطلع معي بالتجربة هو البي سي في وليس الهيموغلوبين. طيب هلا كيف ممكن نعمل هاي التجربة؟ بدنا نسحب عين الدم. من وين انتو حكينا اتفقنا بتسحبوا لي عين الدم؟ جاوبوني. يا ام ار 3 او فين او كابيلاري. مين اسهل واحدة؟ الفين. ليش الفين أسهل إشي؟ تقريبا أكثر إشي واضح. يعني هاي أول خطوة إنها more superficial، أول نقطة. إذن إنك تسحب من الفين easier from the artery، إنه أسهل من الأرتري لأنه more superficial. ثاني نقطة less painful، إنها أقل وجع. بما انها مور سوبرفيشال ما راح تعذب المريض وانت تدور له على ارتري. لكن حكينا هذا لا يعني انك ما تقدر تسحب من الارتري، زي الاي بي جي بنضطر انه نسحبها من الارتري. هلا بعض الاحيان بدي كميه دم صغيره، مش بحاجه اني اوجع المريض واسحب له كميه عاليه من الارتري والفين، فهون بنلجأ للكابيلاري. الكابيلاري بالعاده from the tip of the finger، from the tip of the finger، من أطراف الأصابع، سواء أصابع الإيدين أو الرجلين، ويفضل الإيدين. وبالعادة أكثر إشي أصابع فيهم تغذية الدم أو blood circulation إما الثمب، الإبهام، أو الميدل فينجر، الإصبع اللي بالمنتصف. لكن تقدر تسحب من أي إصبع تاني.
كمان الناس الثانيين اللي بنرجع انه ناخذ لهم من الكابيلاري الاطفال، الاطفال صغار مرات ما بقدر اتحكم اني اسحب لهم عين دم، وبدي عين دم صغيره، وخصوصا اذا كان اصغر من سنه لسه كمان بفضل اخذ له عين دم من الهيل من كعب القدم، زي ما اخذنا او ممكن رح تاخذوا لقدام بالفحص الغده الدرقيه للاطفال، بيتاخذ من الهيل من قدم الطفل. فاحنا اليوم خلال هاي تجربتنا رح نسحب كابيلاري بلاد، رح ناخذ البلاد من الكابيلاري، معناته من وين رح نسحبه؟ من التيب اوف ذا فينجر. فهاي اماكن وين الارتري وين الفين، كيف الفين مور سوبرفيشال زي ما حكت زميلتكم، وبالتالي اسهل ولس بينفول مقارنه انك تسحب بالارتري. هاي كيف ممكن تاخذ عينه بواسطه ابره وسرنج. فرح ناخذ عينه دم. شو فكره المختبر؟ راح اسحب عينه دم بالكابيلاري مش بال من الارتري ولا الفين، واحطها بجهاز اتفقنا شو اسمه، الطرد المركزي. جهاز الطرد المركزي، الطرد المركزي اللي هو اسمه هيماتوكريت سنترفيوج، جهاز الطرد المركزي. هذا الجهاز اتفقنا بفصل العينات على سرعات كبيره حسب الكثافه الى بلازما والى تيشيو. فالبلازما بارت لونه تقريبا كلرلس او مايل على صفار شوي، والتيشيو بارت بما انه 99% منهم ار بي سي و1% فقط وايت بي سي وبليتلت، فمعظمهم لونهم احمر. فهذا اللي راح يطلع معنا راح ناخده ومن خلاله اقيس شيء اسمه البي سي في، اللي هي اختصار باكت سيل فوليوم او باكت ريد سيل فوليوم. فكيف راح نعمل هاي التجربه؟ الأدوات ضرورية نطلعها، بس خليكم معي شوي. الشاشة واضحة معكم؟ تمام. هلا احنا حكينا راح اخذ عين دم واحطها بجهاز احطها بجهاز الطرد المركزي. هلا الرقم اللي راح يطلع معي راح اسميه البي سي في. هلا البي سي في قوه، بيعطيني انديكيشن عن قوه الدم. فنحفظ انه رح يختلف عندي قوة الدم سواء ميل أو فيميل، رح يختلف. مين تتوقعوا قوة دمه أعلى، الميل ولا الفيميل؟ الميل. ليش الميل عندهم دم أعلى منا؟ مين يجاوبني ليش الميل قوة دمهم؟ فنحفظ أول شيء الرقم، نتفق على رقم واحد. هي مثلا هلا بتروح على المختبرات ممكن شوي يختلفوا في الارقام، فخلينا كلنا نوحد الرقم اللي بدنا نحفظه، ممكن تنسألوا عنه بالامتحان. المين النورمال رينج للبي سي في من 40 ل 54%، وهذا البي سي في. فاذا بدي احسب الهيموغلوبين شو بعمل؟ بقسمه على 3. برافو عليكم. بينما الفيميل من 37 ل 47%، واذا بدي الهيموغلوبين برضه راح اقسمه على 3، فبطلع مثلا الميل تقريبا دمهم 14.9 بلس ماينس 1.5. فليش المن اعلى من الومن؟ لسببين. السبب الاول حلو، هاي المنستريشن او سايكل او المينيسز بالومن تعمل لوس للبلد، وبالتالي الومن عندنا دم اقل. ثاني سبب، بنية الجسم للمن معظمها مصل، والمصل البلد سيركوليشن إلها أعلى، وبالتالي قوة دمهم أعلى. تمام؟ فهدول تو ريزون، بسبب المستر سايكل وبسبب إنه المصل عند المن أعلى. فأول
معلومة أو أول إشي مهم لازم تعرفه بكل تجربة ورح تنسأل عنه بالامتحان. يعني هلأ تحكوا لي كيف بدنا نعرف العملي؟ هلأ إحنا هذا الحكي اللي حكينا مقدمة، يعني ممكن تنسأل عنه شوي، بس رح نركز أكثر شيء على الجزء العملي. أول شيء مطلوب منك تعرف الأجزاء اللي مرت معك بالتجربة نفسها. يعني ممكن نخربطك، نجيب لك أداة مش موجودة بهاي التجربة وأحكي لك هل هي مرت معك ولا لا. فتجربة البي سي في شو الأدوات اللي بدنا نعملها؟ إحنا فكرتها بدنا نسحب عين الدم وأحطها بجهاز الطرد المركزي ويطلع معي سيبريشن وأروح أقرأ القراءة. هلأ نتعرف على الأدوات. عشان أخذ عينة الدم فلازم يكون عندي أدوات أخذ العينة، بدي قطن، بدي كحول أو يود، بدي أكون لابس جلافز، وبدي إشي اسمه لانست. إيش اللانست بالعربي؟ واخذة، هي اللي راح أخذ فيها عينة الدم. هلأ بنورجيكم إياها صورتها. راح أحتاج برناز كابلر تيوب، بدي جهاز الطرد المركزي اللي اسمه السنترفيوج أو إله اسم أدق اللي اسمه هيماتوكريت سنترفيوج ماشين، هذا اسم الجهاز الطرد المركزي. وبدي إشي اسمها هيماتوكريت ريدر تشارت أو رولر، قارئة الهيماتوكريت، وبدنا كليه. فنتعرف عليهم، بدنا كحول، كوتون، هاي اللانست. اللانست هي الواخذة، إذا حدا بيعرف عمره شاف أقلام السكري فيها الواخذات هاي أو في هاي النوع. أول شيء بدنا نعرفه أو معلومة مهمة عن اللانست. حد عنده سؤال؟ هاي بستخدمها بس إذا بدي أعمل الكابيلاري. بالضبط، أنا بس من التيب أوف ذا فينجر، من أطراف الأصابع بدي أخذ كمية دم صغيرة، ففيش داعي أروح أجيب سرنج 5 مل مثلا إني أغزك فيها. أنا بس بدي واخذة، فهاي الواخذة بسميها لانست. فاللانست هاي الشكل وهاي الشكل، وكلنا بنعرف إذا بدي أغز واحد ممنوع أغز أكثر من واحد بنفس اللانست، لأنه بتكون مصدر للأمراض وتلوث الدم. فدائما بس تأخذي تغزي مريضك بتسكري اللانست، مثلا هذا الكاب الغطاء اللي عليها بتشيليه وبتسكريها فيه مرة تانية وبتكبيها بالزبالة، أو هم بتغطيها وبتكبيها بالزبالة بالكونتينر شارب اللي لونه أصفر أو بالزبالة، بحيث إنها ما تغز حدا تاني. التعقيم ضروري، وأكثر شيء نستخدمه بالتعقيم هو الكحول أو ممكن بعض اليود وغيره، بس اللي متوفر عنا بالمختبر كحول. هلا ممكن نستخدم جوز، شاش أو كوتون. طريقة التعقيم بواسطة الكحول one direction، إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة بدك تعقمي إصبعك أو إصبع المريض اللي بدك تأخذي منه دم. فمش إنه رايح جاي رايح جاي، خلص مسحة واحدة، إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، عشان البكتيريا مش تروح وتيجي معك، خلص مرة واحدة أنت تشيل البكتيريا. رح نستخدم، ما رح أستخدم تيوب عادي، رح أستخدم تيوب أسميه كابيلاري تيوب، لأني بدي أخذ العينة الدم من الكابيلاري، معناته اسم التيوب مميز رح يكون كابيلاري تيوب. وبما أنه حجم العين صغير، معناته برضو حجم التيوب رح يكون صغير مقارنة بالتيوب العادي. فهذا الكابيلاري تيوب بالعربي هو أنبوب شعري كثير رفيع كثير دقيق، رح يسحب لي عينة الدم بواسطة الخاصية الإسموزية ويطلع لي الدم لما أحطه عليه. فعندي الكابيلاري تيوب نوعين، اللي لونه أحمر رح أسميه هيبرانايزد، والنوع الثاني شو معناته رح يكون؟ مش هيبرانايزد رح يكون من هيبرانايزد. تمام، فضروري حفظ اللون. إذا جبنا لكم كابيلر تيوب لونه أحمر معناته هاد هيبرانايزد كابيلر تيوب، واللي لونه أزرق نان هيبرانايزد. شو الهيبرانايزد ونان هيبرانايزد؟ مين حدا سامع بالهيبرين؟ هيبرانايزد بكون بتحط فيه هيبرانين بطلعيه، هذا يحتوي على هيبرين، والنان هيبرانايزد ما لا يحتوي على هيبرين. طب شو الهيبرين؟ وين مر معكم هيبرين؟ شو بيعمل الهيبرين؟ أنتي كواجيولنت كأنه؟ برافو عليك، مين جاوبني؟ أنا قاسم. قاسم، الهيبرين هو أنتي كواجيولنت، مضاد للتخثر. هلأ إحنا اتفقنا أنه الدم يحتوي على صفائح دموية، فبس تسحبي عينة الدم إذا تركتيها بأنبوب عادي نان هيبرانايز ما فيه هيبرين، رح يتحول الدم من سائل للزج لسيمي سوليد،
راح يتخثر زي كيف لما حدا ينجرح والدم شوية يتجلط ويوقف نزيف، فهي ما راح أقدر أستخدمه. فأنا خلال تجربة اليوم شو راح أستخدم، هيبرانايز ولا نان هيبرانايز؟ راح أستخدم هيبرانايز. فالهيبرين زي ما حكى زميلكم هو أنتي كوأجلانت، الهدف منه بريفنت الكوأجلاشن، بعيد الدم وتضلها معي سائلة، راح يضل ليكويد بلاد وأسحبه فيها. راح نستخدم هاي اللي شايفينها هيك شكلها معجق، اسمها كلي صلصال أو معجونة. هاي الهدف من المعجونة إنه بعد ما أسحب عينة الدم بدي أسكرها. فبرضو للأسف ما راح نكون على أرض الواقع ونعلمكم كيف نسكرها، بس هلأ بلكي إن شاء الله بالفيديو كان شوي واضح الموضوع. هي فكرتها إنك بتميل الكلي وبتسكر التيوب بشكل مائل، إنك تدخله وتسكره طرفه بالكليه، عشان لما تحطه بجهاز الطرد المركزي ما تطير العينة الدم، تكون مسكرة. والأداة بعدها اللي راح نستخدمها هو جهاز الطرد المركزي أو هيماتوكريت سنترفيوج، بحطه وبشغله مدة 2 minutes دقيقتين. فهاي المدة مطلوبة منكم، مدة تشغيل الهيماتوكريت كم المدة 2 minutes، عشان يقدر يعمل لي separation according to the density إلى بلازما و cells. فهذا جهاز طرد المركزي من جوا، لو فتحناه راح تشوفوا عبارة عن مرقم من 1 مثلا ل 24، من 1 ل 24. هاي الترقيمة فيها تجويف صغير، كل تجويف راح أحط فيه الهيبرانايز كابيلر تيوب اللي سحبته. فشايفين هاي الهيبرانايز كابيلر تيوب سكرته بالكلي، هاي اللي لونها أبيض هي الصلصالة، وهاي اللي لونها أحمر هي عينة الدم. قديش نسحب عينة الدم برضو مطلوب منكم حفظ ثلثين الكابيلر تيوب. ما راح أعبي الكابيلر تيوب كامل، راح أسحب فقط ثلثينه دم وأسكره بالكلي وأحطه بجهاز الطرد المركزي. ثاني شغلة بدي إياكم تعرفوها عن جهاز الطرد المركزي، عشان قصة البالانس والتوازن وما تطير العينة لفوق بقى بس يلفه، لازم كل تيوب تحط التيوب قباله. يعني مثلا هون حطيتها بتيوب رقم 1، لازم على رقم 13 أكون حاط تيوب قدامها عشان ما يطير. حتى لو ما سحبت عينة حط تيوب فاضي، يعني هاي هون بتجربة حاطين، إذنكم نظركم كويس، هاي حاطينها تيوب فاضي. بس إذا كانوا مليانين كل تيوب بحط تيوب قباله، مثلا 2 لازم قبالها 14 وهكذا. وبسكر الهيماتوكريت سنترفيوج وراح يعمل لي بعد ذلك اتفقنا فصل. آخر أداة هاي شكل عينة الدم بعد ما حطيتها بجهاز الطرد المركزي، بطلت كلها أحمر، انقسمت إلى ليكويد بارت اللي هو البلازما، وانقسمت إلى تشيو بارت اللي هي الـ RBC. راح إحنا لسه ما طلعش معنا إشي، إحنا حكيت لكم بتجربة بده يطلع معي إشي اسمه الـ BCV، فراح أروح على إشي اسمه هيماتوكريت ريدر، أو إلها اسم ثاني هي هيماتوكريت رولر، مصدرة الهيماتوكريت، أو ممكن تحكي لي BCV ريدر أو BCV رولر. يعني لو جبنا لك إياها بالامتحان شو اسمها، إما هيماتوكريت ريدر أو هيماتوكريت رولر أو BCV ريدر أو BCV رولر، كله صح. هاي عبارة عن مسطرة مدرجة من 0 لـ 100%، فالنورمال رينج إلها من 0 ل أو تدريجها من 0% لـ 100%. هاي راح تعطيني الـ BCV. شو الفكرة؟ راح أخذ الكابيلر تيوب اللي طلع معي وأحطه على المسطرة، وبلشوا مش من بداية الكابيلر تيوب، بلشوا من بداية التشيو. يعني أنا قلت لكم راح أعبيه بكلي أغطيه، فهاي إذا دخلتها وأقرأها هاي قراءة خاطئة، هاي راح تكون معبي كلي مش معبي دم. فراح أحط بداية الخلايا على الصفر، راح أبلش من هون تمام، وراح المفروض يكون نهاية البلازما داخل جوا المية. هلا ما راح تفهموها علي، بجوز لقدام إذا صورة ثانية أوضح تبين معكم. إذا لازم تكون بداية الخلايا على الصفر ونهاية البلازما جوا المية. بعد ذلك راح أخذ تقاطع الخلايا مع البلازما وأروح أنزلهم على محور السينات. فهون مثلا طلع معي الجواب تقريبا نحكي 32
32%. ف 32% هاي ايش هي؟ هاي هي البي سي في. فلو سالتك بالامتحان احسب لي الهيموغلوبين لازم تقسم ال 32% على 3 على 3. تمام، فخلينا نشوف صوره اوضح للهيماتوكريت ريدر على ارض الواقع. هيك شكلها بالمختبر. فهاي شكل الهيماتوكريت ريدر مدرجه بين 0% و100%. فكرتها راح احط بدايه الخلايا تشيو على الصفر، والبلازما ممكن يطلع برا المية. فاذا طلع برا المية راح اسحبه وادخله لجوا المسطره. هلا لما نعرض لكم فيديو العملي ممكن يكون اوضح. بعدين راح اخذ تقاطع الخلايا مع الكابيلر تيوب وانزلها على محور السينات، وهذا الرقم اللي بيطلع معي هو البي سي في. اذا بدنا الهيموغلوبين راح يكون عندي ايش؟ بقسم على 3. فهلا عندنا اتفقنا احنا العينه راح تطلع معي بس كتوضيح شوي. اوكي، هلا احنا حكينا راح يطلع معي كابيلر تيوب راح تفصل اياهم لا بلازما ولا تشيو. تمام، فهلا عندي هاي التشيو اللي لونها احمر المفروض بدناش نلون زي الاطفال. طيب هلا ممكن تطلع معك العينه هيك انه تشيو هاي كلها تشيو والبلازما قليل، والاحتمال الثالث انها كلها بلازما والتشيو قليله. فالشكل النورمال انه تقريبا انها التشيو نسبتها 45%، وبالتالي البلازما كم تقريبا نسبته؟ 55%. هاي الشكل النورمال. وحكي حفظناكم كم تحفظ لي نورمال للميل والنورمال للفيميل. طيب هلا ممكن بعض الناس خصوصا، هلا رح نحكي مين هم خصوصا، يطلع معهم قوه دمهم اعلى من الطبيعي، او خلينا بدل اعلى ممكن قوه دمهم اقل من الطبيعي. بهاي الحاله شو رح نسميها؟ اللي قوه دمه اقل من الطبيعي شو رح اسميها؟ اللي دمهم نازل شو رح احكي عنهم؟ انيميا. بالضبط، رح اسميها انيميا. سوري، انيميا. شو اسباب الانيميا؟ ميل نيوتريشن، نقص، وخصوصا مال النيوتريشن، نقص تغذيه، وخصوصا باي عناصر ممكن تعمل لك نقص دم؟ الحديد، الايرون. الحديد بالضبط. مالي الانيميا ممكن يكون سببها نقص حديد، وبالتالي الدكاتره لازم يمشوك على حديد كورس مده 3 لـ6 شهور، تكثر اكل لحمه ومصادر حيوانيه، تقلل شرب شاي وقهوه لانهم بياثروا على امتصاص الحديد. لكن برضو ممكن يكون سبب الانيميا نقص B12 كمان، او ممكن يكون سببها نقص الفوليك اسيد. فهون حسب شو سبب الانيميا بيحلوا السبب وبيعالجوها. طيب الناس الثانيين ممكن يكون اعلى من النورمال. بهاي الحاله شو بسميه؟ بوليسيثيميا. بوليسيثيميا، برافو عليكم. البوليسيثيميا شو سببها؟ او مين الناس اللي ممكن يكون المدخنين. طيب ممكن المدخنين يكون دمهم اعلى من الطبيعي، بس هذا لا يعني اذا حدا دمه نازل اقول له روح دخن عشان ترفع دمك، صح؟ لانه لا. اصلا دمهم فاسد المدخنين. طيب مين يفسر لي اياها؟ ليش اللي بيدخنوا دمهم اعلى من دمنا؟ مين يفسر لي اياها؟ اتفقنا لانه في CO2 يكون بالدم اكثر من الطبيعي، فعشان الدم يتخلص منه. يا همام اللي بيجاوبني، مش CO2 اللي اخطر، مين انا اللي حكيت بخاف منه؟ مين اللي البلاوي اللي موجوده بالسيكاره كثير، ومن اهمها غاز اول اكسيد الكربون. وزي ما اتفقنا اول اكسيد الكربون عندي مشكلتين. اول مشكله قوه ارتباطه اعلى بكثير من الاوتو من الاكسجين، فراح يشيل الاكسجين ويقعد مكانه. وثاني مشكله
انه ارتباط الريفيرسبل. فاي شيء راح يرتبط مع الكربون مونوكسيد شو بدي اكس عليه، فالجسم شو راح يعمل؟ ربنا اكيد بده بيعطي جسمك انه يقاوم هذا الاشي. فجسم الانسان لما الشخص يدخن راح يقاوم انه قل عنده الاكسجين، لانه الكربون مونوكسيد راح يروح يربط مع الاكسجين، فجسم الانسان راح يقاوم هذا الاشي ويصنع لك ايش؟ هيموغلوبين الجديدة. وبالتالي الناس المدخنين راح تكون الهيموغلوبين عندهم اعلى من الناس الطبيعيين. لكن لا سمح الله الناس اللي بصير عندهم اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، خصوصاً كثير نسمع حالات وفاة من الصوبات وغيرها، هاي حالات الاختناق، فهدول الناس بيكون عندهم مشاكل إنه الكربون مونوكسيد دخل بكميات كثير عالية والجسم ما قدر يصنع. يعني أنت بالسيجارة ماشي بتدخن، بس بتدخل شوي نسبة قليلة، لكن اللي بصير عندهم تسمم غاز أول أكسيد الكربون لا له، ما إله رائحة ولا إله، أكيد ما إله لون لأنه غاز، فبكونوا نايمين أصلاً، فما سوري ما بحسوا على حالهم إنه صار عندهم اختناق، فبدخل كربون مونوكسيد بجسمهم كميات كبيرة. وهاللي معظم الناس ما بنقدر نلحقهم للأسف، لأنه irreversible، يعني حتى لو أخذته على المستشفى وحاولنا نعطيهم أكسجين بزيادة ممكن برضو ما يستجيبوا، لأنه already الهيموغلوبين بدي أستنى الجسم يصنع إشي جديد عشان يربط معاه الهيموغلوبين. وضحت الفكرة؟ طيب مين ناس ثانيين عندهم بوليسيثيميا؟ اللي يعيشوا بمناطق مرتفعة. برافو يا هما. مين اللي ليش السبب؟ أهل عجلون، مين عندنا من أهل عجلون هون؟ ليش دمتهم أهل؟ عن سطح بقل الأوتو. برافو قاسم، هاي النقطة اللي بدنا نركز عليها، لأنه كل ما زاد الارتفاع نسبة الأكسجين ساتوريشن بتكون أقل، وبالتالي نفس الفكرة كيف الجسم بيعوض عندهم هذا الإشي، إنه بيزيد تصنيع الهيموغلوبين. واضحة؟ فإحنا البي سي في ثلاث حالات، إما تكون نورمال اللي هو النورمال رينج الميل أو الفيميل، أو بتكون أقل من النورمال سميناها أنيميا وعالجناها حسب الكوز، وأكثر من النورمال سميناها بوليسيثيميا. طيب هلأ راح تركزوا بالفيديو اللي المفروض أنتوا شفتوه، يعني للأسف كان المفروض نروح هلأ عملي، لكن بدنا نعرض لكم فيديو. رح نعرض فيديو طريقة العملي هلأ، الأدوات تركزوا عليها كيف رح نعرضها، ورح أوقف واللي عنده أي سؤال برضو يوقفني. سامعين الصوت؟ سامعين الصوت؟ لا يا دكتور. صوت الفيديو سامع؟ لا أنا مش. طيب شوي خليكم معي. هيك صوت الفيديو سامعينه؟ دكتورة. دكتورة ما في صوت. ما في صوت؟ لا. إيش ما في صوت للفيديو يعني؟ لا ما في صوت للفيديو دكتور نهائياً. طب هيك سامعينه؟ لا لا برضو ما في صوت. طب هيك سامعينه؟ استخدم كمان البلاي. واو. سامعين بس صوت مقطوع فكيف. طب هلا هو الفيديو موجود عندكم، بس خليني اعرض لكم اياه فيما لو اني بدي اعرض على اي شيء. الفيديو موجود عندكم على الموديل، بس انا راح اعرض لكم اياه واعقب على اي شيء، واللي عنده اي سؤال على الفيديو يسالني، بس هو عندكم يعني اللي الصوت مش واضح ما تحكي لهم. خليني اعيده مره ثانيه وارفع الصوت بقدر ما
دكتور نزل لي اياها على الموديل واحنا بنشوفه من الموديل ليش غلب نازل بس لازم نعرضكم يلا داري لا ما في صوت صوتك بروح بيجي ينازل عندكم على الموديل بس لازم نعرضه عشان للي عنده سؤال راح صوتك وصوت هيك صوتي واضح سامعين طب بحكي الفيديو نازل على الموديل بس انا بدي اعرض لكم اياه للي عنده اي سؤال طب هل بدي احاول كبرينا. ايش كبرينا صوره الفيديو طيب شوي بس عندي فكره هلا اشوف اذا بتزبط ولا لا هيك سامعيني انت سامعيني اذا انا مش مشكله طيب خلينا اشغل الفيديو وانا اللي احكي تمام هلا هاي عندي هيبرانايس كابيلر تيوب هاي اللانست وهاي الكلي العجين اللي راح نسكر فيها اللانست عندنا كحول او هايجين وعندنا جوز او كوتون هلا طريقه التعقيم بدها تحكي لكم عنها انه زي ما حكيت لكم بوان دايركشن يا اما باتجاه عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه ومش انه رايح جاي عشان تاخذ البكتيريا رايح جاي معك بس مره واحده فحطت لنا شويه هايجين هي انا معلقه عندكم على الفيديو فهيها بدها تاخذ من الكابيلر من الاطراف وحكينا اما تاخذ من الثمب يفضل او الميدل فينجر اكثر شيء كمان نقطه ما حكيت لكم اياها انه الاطراف لازم يكونوا دافيين يعني المريض الشخص ممكن يكونوا ايديه باردين او ممكن يكون خايف فاما بحكي له يفركهم او انا بفرك بعمل له مساج عشان ادفي له اياهم قبل ما اسحب لانه عشان يوصلهم دم ما اعذب المريض وانا اخذ له دم فلازم احكي له اما يفركهم هو أو أنا بدفي له إياهم وأعمل له مساج. كمان نقطة مهمة ما حكيت لكم إياها طريقة الغز. هلا لما تشوف كيف بدها تغز طبعا هاي أنا كنت المتطوعة هون. كيف بده ناخذ عينة الدم؟ لازم باللانست أضرب المريض بشكل فاست آند ديب، قوي وسريع. مش بدي أكون ناعمة هون ما بنفع نكون نعومين لا عشان ما تعذب المريض إنك تغزيه شوي وترجع تتركي وترجع ما يطلع معك دم وتضطر تغزيه مرة ثانية فلا بدك تكوني سريعة وعميقة فاست أند دكتور هذا فحص السكري بشبه فحص السكري إنك بدك تغزه بشكل قوي بشبه فحص السكري بس هلا رح أقول لك كيف بدي أسحب العينة هلا طلعوا كيف مسكت اللانست ثبتت الإصبع وضغطته عشان تطلع الدم قدر الإمكان هلا لازم تغز فاست اند ديب هلا شوفوا كيف راح تغز زي ما حكى زميلكم بشبه فحص السكري هاي بتحكي لكم كيف الغز طيب شفتوا كيف بسرعة وبشكل قوي عشان تطلع معكم عينة الدم هلأ هون الطريقة اللي كثير مهمة لأنكم راح ممكن تضطروا تسحبوا عينة الدم لازم تمسك الهيبرانايز اتفقنا كابيلر تيوب بشكل موازي لسطح الأرض parallel to the ground بشكل موازي لسطح الأرض وتثبت رأسه على الدم وساعتها هو بصير يسحب بخاصية الاسموزي اللي حكينا لكم عنها هلأ طريقة الضغط اسمها on off إني أضغط على الإصبع وأتركه عشان أسمح للدم يرجع يطلع on off on off هيها سحبت وقديش قلنا بنعبي دم قديش أعبي دم ثلثين برافو عليكم ثلثين وهاي نفس الشيء رجعت عقمت ليها بعد ما أخذت عينة الدم فهاي دكتورة هاي المادة اللي بتكون جوا التيوب هي نفس المادة اللي بتكون بتيوب الكيمستري لما نسحب دم لمريض بالضبط بالضبط هي مادة الهيبرين عشان ما يتخسر الدم فهون نزلت شوية دم عشان
يكون بس ثلثين. هلا هون كيف بدها تسكروا؟ بتسكروا بالكليه، طلعوا كيف ميلت الكليه وصارت تلف بالتيوب لف بحيث يتسكر راسيه التيوب. هاي سكرتها، شفتوا كيف سكرته؟ على أرض الواقع غير طبعاً أكيد أحلى، بس إنه أنتوا بدنا نتأقلم. هاي إنه تأكدت إنه مسكر لما قلبته ما نزل الدم، هاي تأكدنا إنه مسكر كامل. كمان نقطة بدي أحكي لكم إياها ما حكيناها هون، إنه مرات وإنت تسحب عينة الدم ممكن تسحب بعدين دكتورة نسكر من جهة واحد صح؟ مو من فوق. بس من جهة واحدة، بس من جهة واحدة سكره. وسألوني الطلاب إنه مش حكيت لكم لونها أحمر هذا الهيبرانايزد، مش شرط يعني مش فارق عادي ممكن تسحب لي من هون أو من هون، بس أنا حطيت لك لونه أحمر عشان تميز إنه فيه هيبرين. هلأ نقطة مهمة برضو لازم نحكي عنها، إنه مرات على أرض الواقع وأنتوا تسحبوا ممكن تعبي هواء داخل القراءة، فهاي بسميها air bubble، فهاي الهواء برضو رح يأثر لي على القراءة، يعطيني قراءة خاطئة، انه يقول لي دمك كويس بس هو معبي هواء مش خلايا. فاذا طلع معك اير بابل برضو لازم تفرغها على الكتنه زي ما عمل على الكتون زي ما عملت المس هون، وترجع تعبي من جديد. فلازم الكابيلر تيوب ما فيه اير بابل، يكون ثلثينه كله دم، وتسكره بالكلي بهاي الطريقه. طب دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. هسه لو تخثر الدم مثلا شو الحل؟ ارجع اسحب مره ثانيه ولا الها حل ثاني ولا عادي؟ هلا كونه التيوب فيه هيبرين ما راح يتخثر. هلا اذا انت طولت وانت والدم على سطح اصبع المريض وما سحبته بسرعه ممكن يتخثر على اصبع المريض، بس مده التخثر راح ناخذها لقدام، بدها وقت من 3 لـ 5 دقائق، فما تخاف ما راح يتخثر بهاي السرعه. فانت اصلا التيوب انا عامل لك اياه انه فيه هيبرين ما راح يتخثر، مستحيل يتخثر. هلا بعد ذلك راح تروح على جهاز الطرد المركزي هيماتوكريت سنترفيوج. حكينا هذا الجهاز بفصل لي حسب الدنسيتي الى تيشيو بارت وليكويد بارت اللي هو البلازما. مده السنترفيوجينج لازم 2 مينت. فهذا جهاز الطرد المركزي من جوا راح تفتح لي اياه، زي ما حكينا كل واحدة لازم تكون مقابلها واحدة عشان توازن for balance to prevent loss of sample عشان ما نفقد العينة وتتبخر. هيو على أرض الواقع شفتوا كيف مدرج من 1 لـ 24. هاي الطرف الكلي يفضل تكون لبرا، حطت واحد هون لازم تروح تحط لي مقابله واحد عشان ما يطير. بعد ما تحطهم هيها ثبتت لي واحد مقابله، لازم تسكر لي اياه، ترجع تسكره كويس عشان ما تطير العينه وتشغله لمده دقيقتين. هاي 2 مينت وعيرتهم، وساعتها وج حيبلش الجهاز يلف. ما راح اعلق لكم صوت الجهاز انا. بعد ما يلف الجهاز راح تفتحه بعد 2 مينت، راح تفتح لي اياه وتشوف لي كيف فصله. هيو على ارض الواقع راح يفصل لي اياه لتشيو، كان كله احمر هلا تشيو، والجزء الثاني اللي شوي لو توقفوا الصوره وتكبروه حيبين معكم اللي هو لونه شبه زي شفاف او مايل شوي على صفار اللي هو البلازما. هلا هاي اسمها هيماتوكريت ريدر او هيماتوكريت رولر، بنثبت بدايه التشيو على الصفر، ما حتبلش لي من بدايه التيوب، من بدايه التشيو بدايه الخلايا حتثبتها على الصفر، ونهايه البلازما لازم تكون فايته جوا ال100. هلا هاي نهايه البلازما لازم تكون فايته جوا ال100، اذا كانت برا ال100 راح اطلع بالتيوب لفوق حتى تدخل كامل. هاي شفتوا كيف طلعت؟ يعني نفرض انه البلازما هون عند إصبعها، فلازم تمشي فيه حتى يدخل كامل جوا المسطرة جوا الرولر، بينما إذا داخل مباشر من أولها من أول ما تحط التيوب فيش داعي تمشي بالتيوب. هلا رح تروح على نقطة التقاطع بين الخلايا ومحور السينات، مثلا هون شكله طلع معها 45%، فشو البي سي في هاي إيش بتكون؟ بي سي في بقسم على 3 بتكون الهيموغلوبين 15. تمام، أي سؤال على العملي؟ نتمنى انكم
تكونوا قدر الإمكان استفدتوا منه. طيب هلأ الجزء الثاني من المحاضرة رح يكون جزء سريع، رح نحكي عن الـ ABO. هلأ زمان كانوا مثلاً داخل عند الحروب، كانوا مثلاً لما يجي شخص ويصير عنده جرح يروحوا ينقلوا له دم عشان إيش؟ أنه يرجع يصحصح عشان يعوض الدم اللي فقد منه. فبعض الحالات كانوا بس ينقلوا لهم دم بدل ما يصحصح المريض إيش يصير فيه؟ فجأة يموت. شو بتتوقعوا السبب؟ ما فصلت الدم. بالضبط، كوننا بنحكي عن الدم معناته بتكون نوع فصيلة دمه بتختلف، وهاي نقطة ركزولي عليها انتم كنيرس. مهما اجاكم لقدام لا سمح الله لما تشتغلوا رح يجيكم حوادث، اوعك تعمل عملية نقل دم بدون ما تعمل تشيك على البلاد جروب. فما بصير تنقل حتى لو حكى لك الدكتور الوضع خطير وبسرعة بدنا عين الدم، احكي له لا بدك تحط انت، لانه هاي مسؤولية، ممكن اي مسؤولية ساعتها يحطه برقبة اللي اعطى الدم. فما بدنا نعمل ترانسفرنج للبلاد بدون ما نعمل بلاد ماتشنج. ففي عندي اكثر من نظام فسروا هذا الاشي. اكثر نظامين مستخدمين حاليا هو نظام الـ ABO Grouping، والنظام الثاني اللي هو العامل الرئيسي الـ RH. خلينا نبلش بالـ ABO Grouping وايش فكرتها. فكرة الـ ABO Grouping بحكي لنا راحوا شافوا كرة الدم الحمراء اللي شكلها بايكونكيف ديسك، ووجدوا انه ممكن يكون على سطح كرة الدم الحمراء نوع من انواع البروتينات راح اسميها انتيجن. فهذا اللي بعض كريات الدم الحمراء وجدوا انه عليها انتيجن لونه اخضر اسمه انتيجن A. بعض كريات الدم الحمراء راحوا شافوها لقوا عليها انتيجن لونه ازرق وسموه أنتيجين بي. بعض كريات الدم الحمراء شافوها لقوا عليها اثنين أخضر مثلث أخضر، والأزرق اللي هو على شكل دائرة، فهاي عليها أنتيجين A وبي سوا. وبعضها زي ما حكت زميلتكم شافوها ما عليهاش إشي على السيرفس. ف اللي عليها أنتيجين A راح أسمي إنه زمرة دمهم إيش؟ A. واللي عليهم أنتيجين B شو راح أسمي زمرة دمهم؟ B. واللي عليها A و B راح أسميها AB. واللي ما عليها أنتيجين بالمرة شو راح أسميها؟ O. راح أسميها O. هلأ شو الفكرة؟ بقولنا كل أنتيجين إله أنتيبادي، إشي مضاد إله اسمه أنتيبادي. رجعنا للرسم لأيام زمان. إذا كل أنتيجين إله جسم مضاد إله، وهذا اللي بيفسر لي إنه ليش بس أعطي ناس دمهم بي أعطيهم دم A، لأنه اللي دمهم A عليهم أنتيجين A فرح يكون إله أنتيبادي مضاد إله. فخلينا نروح على السلايد تاعت البلاد جروبينج. دكتورة دكتورة دكتورة، أغلب الناس مثلاً لما حدا يعمل حادث بصير ينزلوا إنه مطلوب تبرعات أي فصيلة عادي، يعني يعني المفروض أنت على حكيك بتحكي إنه ما نحط أي فصيلة لأي دم. صح يعني صح اللي بتحكي، بس هو إيش اللي بصير داخل بنك الدم؟ إنهم بدهم يبدلوه. بالضبط ببدلوه، إنه بنك الدم بده يجمع عينات دم، لأنه لا سمح الله زي إذا صار حادث رح هم يعطوا اللي عندهم ويمونوا من عند الناس. يعني هم مطلوب مرات بطلبوا زمرة دم نفس نوع المريض، خصوصا اللي دمهم أو اللي بيغلبونا بطلبوا نفس النوع، خصوصا إذا ما في. بس مثلا مرات خلص بدهم متبرعين بشكل عام عشان أي إشي أعطوه بنك الدم للمريض مثلا خلص نعوض بداله. بس مرات لما يكون نقص زمرة معينة بيحددوا شو نوع الزمرة اللي بدنا إياها. بس مثلاً أي حدا أكيد مفتوح باب التبرع لأي نوع من الدم، لأنه خلص يخزنوا عند الحاجة. فخلينا نروح على قصة الـ RBC، حكينا حسب شو نوع الأنتيجين. فهاي الجدول هذا الجدول كثير مهم، ركزوا معي.
حكينا ممكن يكون على سطح الخلية أنتيجين A، وبالتالي شو نوع زمرة الدم راح نحكي عنها؟ A. ممكن يكون طيب شو الأنتي بادي إلها؟ B. أنتي B بالضبط. B. طيب اللي دمهم A من مين بيقدر يأخذوا دم؟ من A وO. مبدئيا من O بيقدر يأخذوا، من A من حالهم بيقدر يأخذوا. من مين ما بيقدر يأخذوا؟ من الأنواع الثانية من البي ومن الأ بي. هلا الناس اللي دمهم بي بيكون عندهم الانتيجين على السيرفيس هو بي، الجسم المضاد لهم انتي اي، وبياخذوا دم من نفس البي. اللي دمهم اي بي معناته عندهم اثنين انتيجين، عندهم انتي اي انتيجين اي وانتيجين بي، بس ما عندهم انتي بادي لانه اوريدي عندهم بوث انتيجين. فاللي دمهم اي بي ما لهم انتي بادي بيقدر ياخذوا دم من A ومن B ومن AB. اللي دمهم O ما في أي أنتجين على السيرفس، وبالتالي في عندي أنتي A وأنتي B وما بيقدروا ياخذوا دم إلا من نفسهم. وزي ما حكيتوا O بيقدر يعطي لA ولا B ولا AB، وبالتالي اللي دمهم O هدول رح نحكي عنهم VIP Very Important Person، رح أحكي عنهم معطي عام. عام بالإنجليزي شو يعني؟ Universal Donor. فممكن تنسأل مين هو الـ Universal Donor؟ هو اللي دمهم O. على عكس اللي ما بعطي إلا نفسه بيأخذ من الكل، أخذ من A ومن B ومن A B ومن O، هدول البخيلين شو رح نسميهم؟ استقبل Universal عام Acceptor. بالضبط Universal Acceptor أو مستقبل عام، لأنه أخذ من كل زمر الدم وما كان عنده أي مشكلة. فهدول الكريمين O والبخيلين AB. مين دمه AB هون؟ طب مين دمه O؟ AB مين؟ قاسم؟ لا أنا عبد الله. عبد الله ده أنت بخيل يا عبد الله، ما بدنا إياك حاليا. دمه زنخ. لا لا خلينا كله خير وبركة. طيب هاي أول سيستم. ثاني سيستم أعطاني درس قسط الدم هو الـ RH سيستم. الـ RH سيستم ما رح أحكي لكم قصته وكيف بلشوا، بس هو فكرته العامل الرايزيسي. الـ RH سيستم إذا كان موجود، إذن هاي الـ RH سيستم إذا كان موجود شو رح أحكي؟ بوزيتيف. إذا كان مش موجود رح أحكي نيجاتيف. تمام؟ بس هاي الفكرة، إذا موجود الـ RH بوزيتيف، وإذا مش موجود بيكون نيجاتيف. واجب لكم بس للعلم، مش واجب علامات. مين اللي مر عليكم عندي مشكلة لما يكون دمه سالب؟ صبايا مين مر عليكم في مشكلة لما تكون دم مين سالب بيعمل لي مشكلة؟ الأم الحامل. الحامل إذا كان دمها سالب بتكون عندي مشكلة، وممكن يأثر مش على البيبي الأول على البيبي الثاني، ولازم نعطيها إبرة أنتي دي بنسميها. اقرأوا عن الموضوع وشوفوا شو الفكرة. واضح؟ ليش دكتور تسوي مشكلة؟ ما هذا اللي واجب البدي إياك. هلا ما بدي تجاوبوا صراحة، لا بدي إياكم تدوروا، خلي زملائك يدوروا ونعرف وين المشكلة. طيب هلا شو دكتور بالله. إيش أعيد السؤال؟ لا عشان ندور بس تدوروا على انه ليش الام اذا كانت دمها نيجاتيف، بغض النظر ايه نيجاتيف بي نيجاتيف، هاي اذا دمها سالب ممكن ياثر على البيبي، وبالعاده مش البيبي الاول، البيبي الثاني. اذا اجى بيبي بوزيتيف دمه مثلا المره الاولى، المرات الثانيه لازم كل مره تروح تولد فيها يروحوا يعطوها ابره اسمها ابره الانتي دي. وين المشكله؟ إنه إذا كانت مثلاً ولدت وما أخذت هاي الإبرة ممكن يحطم دم الجنين ويؤدي إلى أبورشن أو وفاته. وين المشكلة؟ دوروا لي على هذا الإشي. إذا كان دم الأم نيجاتيف شو الإجراء اللي لازم نعمله، وشو المشكلة إذا ما أخذت الإبرة؟ طيب هلأ زي ما حكينا الأدوات اللي رح نستخدمها بالمختبر مطلوبين مننا، فشو الفكرة؟ رح نحتاج أدوات، برضو رح أسحب عين الدم، وهون عينة الدم برضو رح أستخدمها أخذها بهيبرانايز كابيلار تيوب. رح أحتاج كحول ولانسيت وكوتون وهيبرانايز كابيلار تيوب. هون بدي زيادة عليهم شو هاي؟ سلايد مايكروسكوبك سلايد مايكروسكوب. رح أحتاج توث بيك
نكاشات أسنان أو ستيك عصي. راح أحتاج 3 توثبيك، مش واحدة، 3. راح أحتاج ريأجنت، وهذول الريأجنت مطلوب منك حفظ مع اللون. راح أحتاج ريأجنت أزرق أسميه أنتي إيه، وريأجنت أصفر أسميه أنتي بي، وريأجنت أصفر خفيف أو شوي مائل على كلرلس اسمه أنتي دي. فبدي 3 ريأجنت و أنتي إيه، أنتي بي، أنتي دي، أزرق أصفر وشوي أصفر مائل على كلرلس. هلأ شو الفكرة؟ راح أرجع أرسم لكم عشان نتخيل شو اللي راح يصير. بدي هاي عندي الميكروسكوبك سلايد، سحبت عينة الدم. راح عينة الدم هون مش شرط إنها فيها إير بابل، ما فيهاش مش راح تفرق معي، وكمان مش راح يفرق معي كميتها. يعني التجربة الأولى حكيت لكم حط لي ثلثينه، هون مش فارقة معي. راح تسحب عينة الدم بالكابيلاري تيوب، تيجي تفرخهم على الميكروسكوبك سلايد، تحط لي أول نقطة، أول عينة، وبعدين نقطة ثانية، وبعدين النقطة الثالثة. راح أستخدم الريأجنت الثلاث أنتي إيه، اللي شو لونه؟ أزرق. أزرق. وأنتي بي شو لونه؟ أصفر. أصفر. والأنتي دي اللي شوي شفاف أو على صفار مائل. راح أحط أنتي دي، سوري، هون. أوكي. راح أحط 1 دروب من أنتي إيه على نقطة الدم الأولى، وان دروب من انتي بي على نقطه الدم الثانيه، وان دروب من انتي دي على نقطه الدم الثالثه. وبعد ذلك راح احركهم بالتوثبكس اللي حكيت عنهم، التوثبك الاولى لقطره الدم الاولى، والثاني للثاني، والثالثه للثالثه. عشان هيك حكيت لكم بدي 3، ما بدي واحده اروح احرك فيها الكل واخربط الدنيا واخلطهم مع بعض، لا، كل عينه دم اخلطها بتوثبك الخاصه بيها. طيب بعد ما اخلطهم ممكن يصير تخثر، لما إذا كان نوع الدم مختلف مع الأنتي بي ممكن يصير تخثر. فعشان أسهل عليك اللي راح يصير، المكان اللي راح يصير فيه تخثر هو، طبعاً تخثر بيكون على شكل حبيبات، المكان اللي راح يصير فيه تخثر هو عبارة عن زمرة الدم، والأنتي دي بس بتعطيني بوزيتيف ولا نيجاتيف. كيف يعني؟ مثلاً هون لو أعطيتك إنه صار تخثر عند أنتي إيه وعند أنتي دي، معناته شو نوع دمه هذا الشخص؟ نوع دمه موجب. بوزيتيف موجب، لأنه صار تخثر هون وهون. طيب هلا اللي رح يجيك بالامتحان كالتالي، لازم تعرف شو نوع زمرة الدم حسب التخثر. فرح نكون مرتبين لك إياهم أنتي إيه، أنتي دي، أنتي بي، أنتي إيه، أنتي بي، أنتي دي، وراح أعطيك عينات دم وإنت عرف لي شو نوع زمرة الدم. اتفقنا المكان اللي بيصير فيه تخثر هو عبارة عن زمرة الدم. فمثلاً يلا هلا أنتوا بدكم تجاوبوني، هيك راح تيجيكم أسئلة الامتحان. فمثلاً عندي هون صار تخثر هون وهون، هون صار عندي تخثر هون وبس، هون صار عندي تخثر هون وبس. طيب الأول إيش زمرة الدم؟ بي موجب. بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. برافو عليكم. الثاني اللي جاوب حاولوا ما يجاوب. إيه نيجاتيف. إيه سالب. الثالث. بي نيجاتيف. طيب اللي جاوبوا حاولوا ما تجاوبوا، خليني أسمع غيركم. اللي ما جاوبوا حاولوا شاركوني، إذا مش فاهم حقك اسأل، لأنه هذا أكيد رح يجي عليه أقل شيء 5 علامات. طيب هاي أنا صار عندي الرسم مأساة، صرت زي ولادي أرسم. طيب فلنفرض إنه هاي صار فيها تخثر فيهم كلهم، هاي ما صارش تخثر ولا واحدة، وهاي صار تخثر بس بالأخيرة. يلا يا اللي ما جاوبوا، هاد إيش دمه تخثر فيهم كلهم؟ A B plus. A B plus. برافو. A B positive. هاد هاد او ماي او نيجاتيف. برافو عليكم. هاد او بلس او بوزيتيف.
واضحة. أي حدا مش واضح يسألني، لأنه حقكم كلكم تعرفوا، لأنه راح يجي عليه أسئلة بالامتحان. واضحة هاي؟ أنا مش فاهمة. أي دكتور لو سمحت. طيب أنت مش فاهمة، خليني أعيد للي مش فاهم، واللي مش فاهم يحاول هو يجاوب معي عشان يفهم أكثر. مين اللي حكت؟ إيش اسمك؟ تمام دكتورة. إيش اسمك؟ إلاف. إلاف. حلو يا إلاف. حلو يا إلاف. هلأ إلاف حكيت لك التجربة، بدك تأخذي سلايد وتحطي عليها ثلاث عينات دم، وهدول ثلاث عينات الدم تحطي عليها أنتي A اللي لونه أزرق، أنتي B لونه أصفر، والأنتي D اللي لونه شوي كلرلس. بحكي لك يا إلاف، المكان اللي بصير فيه تخثر هو رح يكون نوع الدم اللي حطيتي فوقيه. فمثلاً إذا صار تخثر هون احكي لي إنه دمه A، صار تخثر هون معناته B. هاي دي بس بتعطيني هل هي موجب ولا سالب. فهون بما أنها صار تخثر راح تعطيني موجب. فخليكي معي يا إلاف عشان تجاوبيني. صحة كامل أحسن. طيب فهاي يا إلاف أنا حطيت قطر الدم، قطر الدم، قطر الدم. طيب صار تخثر عند A يا إلاف؟ لا. لا معناته مش A، بتركها. صار تخثر عند أنتي B؟ صار. معناته راح اكتب بي. صار تخثر عند انتي دي؟ صار. معناته راح احط سالب ولا موجب؟ موجب. سالب. موجب. اذا صار تخثر عندي موجب. موجب. موجب انه صار تخثر. ما صارش تخثر بتكون سالب. يعني لا تعقدوا حالكم بس. طيب خليني إلاف برضو خليكي معي، بدي اعطيكي مثال ثاني. اعطيتي صار عندك هيك تخثر عند A وما وبس، ايش نوع دمه؟ صار تخثر عند A. معناته اكتب بيكون A، ما صارش عند B، ما صارش عند D، معناته A سالب. هاي هي. خلص فهمت. تمام تمام. اي سؤال؟ طيب هلا عشان نفهم اكثر، اول شيء نرجع للسلايد نشوف السلايد شو فكرتها. هاي فكرة السلايد، إنه حطوا الريأجنت، راح نحط ثلاث عينات أنتي A، أنتي B، أنتي D على أرض الواقع، المفروض يطلع معنا هيك. فهاي هاي التخثر شايفينها عن قرب على شكل حبيبات. فهون صار تخثر، ما صار ما صار، معناته هذا إيش دمه؟ إيه سالب. إيه سالب. إيه سالب. برافو عليك. هاي الفكرة على أرض الواقع. أنتوا لسه راح تكون أسهل، لأنه ما راح نجيب لكم عينة على أرض الواقع، سواء كان امتحان بالجامعة راح أجيب لكم إياها رسمة وفيها نقاط التخثر على شكل نقاط. واضحة؟ مثلاً هون تصلعوا هاد، هاي تصلعوا. طبعاً وين امتحان بالجامعة؟ إحنا بناخذ أونلاين وناخذ امتحان بالجامعة كمان. لوقتها لوقتها فرج. الله يفرجها. طيب هلا مثلاً هون صار تخثر عند A وعند D، معناته إيش دمه؟ A بوزيتيف. هون A positive. B positive. هون تخثر فيهم كلهم. A B positive. هون ولا واحدة. O negative. طبعاً هذا هو اللي أحسن إشي لسه. O negative. هو اللي بيقدر ياخد بيعطي دم للكل. وعليه قيس باقي السلايدات. هلأ نروح نشوف الفيديو بشكل سريع. دكتورة أو بوزيتيف المين يقدر يعطي؟ أو بوزيتيف بيقدر يعطي الكل، كل بس كل البوزيتيف بالضبط. طيب خلينا بس نشوف العملي على أرض كيف كان بالتجربة. هاي عندكم عينة الدم اللي أخذتوها بالهيبرانايزد برضو، بس هون حكيت لك مش فارق معي قديش الكمية اللي أخذتها، بس يفضل تكون كمية كويسة عشان لما تحط ثلاث نقاط دم تحطهم كويس، وما في داعي نسكرها، ما رح نسكرها بكلي. هون هاي فرق بينها وبين التجربة الأولى. وهون استخدمنا مايكروسكوبيك سلايد وتوثبيك. هاي كيف إنه استخدمنا ثلاثة توثبيك مش واحدة. طلع كيف رح تحط لي دم، نقطة أولى، نقطة ثانية، ونقطة ثالثة. رح ترجع تزيدهم شوي مثلاً أو هيك بكفي. راح تجيب الري ايجنت، الري ايجنت الاول
انت رتبهم كل واحدة مين راح تحط فوقيها، فهذا انتي A وانا دروب بك فيه، انتي B لونه اصفر وانا دروب برضو بك فينا، والانتي دي اللي شبه صفار ومائل وان دروب. يلا عندي سؤال. تفضل. يحضر غياب ولا كيف؟ ايش هو؟ يحضر غياب ولا ما في؟ ولا في حضور غياب كيف؟ هلا راح انزله وراح يبين عندي مين فات ومين طلع واي ساعه فتت واي ساعه طلعت. فهاي قربنا نخلص، ما تهكلوا هم. حركت النقطه الاولى ب شايفين طريقة التحريك؟ ثبتت السلايد وعم بتحرك. هلا طبعا مرات اذا كان جو بارد ممكن ياخذ التخثر، بده من 3 لـ4 دقائق، فبده وقت، يعني مش مباشرة تروح تحكي ما صارش تخثر، بدك تستنى على العينة شوي. هاي حركت الثانية وهاي حركت الثالثة. ما بصير نحركهم كلهم نفس التوثبك، لازم كل واحدة إلها خاصة فيها. هون استنت عليهم لحتى يصير تخثر، فنفرض إنه ما صار تخثر ولا واحدة، فشو بيكون نوع دمه؟ أو ماينس. برافو. صراحة هون مش كثير رح تميزوا العينات، خربانات. مش رح نحكي هاي المعلومة على على الهواء مباشرة. اوكي، فهي هون استنت حتى يصير تخثر، ما صار تخثر ولا واحدة، فبيكون دمه او سالب. واضحة التجربة؟ تخثر بيكون على شكل حبيبات، زي انه يعني مش كله سائل، صار فيها شوية انفصال للدم بسبب وجود البليتلت. فهي اهم شيء الريجنت، وتعرف كل اسم كل واحدة ولونهم. أي سؤال؟ أي سؤال يا شباب؟ دكتور، في الفرق بين في زميلكم بدي يسأل، تفضل. الفرق بين الدم وموجب وسالب، يعني بالتبرع حكينا هلا. الموجب الموجب اللي هم عندهم RH موجودة، راح أحكي موجب. السالب إنها مش راح تكون، مش راح تكون موجودة على السيرفس، ف السالب رح يعطي الكل لأنه ما عليه على السيرفس إشي. بينما الموجب ما عليه الأنتي دي اللي هو بصدر. بالضبط، برافو عليك، ما عليه الأنتي دي. بينما البوزيتيف عليه، بيعطي بس الموجب، رح يعطي بس الموجب. يعني لو رجعنا آخر إشي نرسم، هاي واحدة جديدة، لو رجعنا نرسم كرات الدم الحمراء، لازم رسمت عليها مثلا 3 أنتيجين. مثلا الأزرق أحكي عنه أنتي A، الأخضر أحكي عنها أنتي B، مثلاً اللي لونها هاي هيك قوس قزح مثلاً أحكي عنها هاي على شكل هلال، هاي أنتي D. فهاي إذا كانت موجودة رح يكون بوزيتيف، فما رح تعطي إلا اللي موجود عندهم، بينما إذا كانت مش موجودة رح تكون نيجاتيف. يعني قيس عليها زي الأو، الأو سالب ما فيش على سطحها ولا أي أنتجن، لا عليها. الأو سالب بعطي الكل بالضبط، وبالتالي هي اليونيفيرسال دونر، المعطي العام. دكتورة، هي او سالب بتعطي الكل بس ما بتاخذ الا من او سالب، مزبوط؟ بالضبط بالضبط، ما بتاخذ الا من نفسها، فهاي هون التضحية. طيب دكتورة، لو او سالب اعطت الاشي موجب، لا قصدك او موجب اعطت الاشي سالب، يأثر طبعا. يأثر طبعا، احنا لازم يعني نعمل السالب يأثر زي الاي والبي. بالضبط، فهدول أكتر تو سيستم ومتبعينهم بالمستشفيات، لازم تعرف شو دمك نوعه وهل هو سالب ولا موجب. تمام، هذا اللي أنا ما كنت فاهمه. شكرا لك. العفو. بنوقف هون، يعطيكم ألف عافية، نراكم بالمختبر القادم. المختبر القادم هلأ رح يكون للشعبتين، للجروبين A و B، فرح أنزلكم الإعلان كونه رح يكون أونلاين، فيش داعي أفصلكم، فأنتم المرة الجاي رح تحضروا الأسبوع الخميس الجاي. يلا، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.